وما عدد من أهم أعمالهم وإبداعاتهم التي شكلوها بأعصابهم، حيث تضم لوح لفنانة مصنوعة من أدوات مختلفة كالفوم المطعم بالسلك وأيضا الجلد وخامات نحاسية أخرى تحمل اللوحات الطابع الريفي. ده معرض اسمه من كل فن قطفة، وده أول معرض بالنسبة لنا. احنا 5 فنانين، وحضرتكم احنا سميناه من كل فن قطفة على أساس ان هو مجموعة من الفنون، سواء كان جرافيكس، في أشغال فنية، في زيت أشغال، في أشغال وفي تصوير زيتي. كما شاركت فنانة أخرى بلوحات زيتية لصور من الطبيعة تميزت بجمال ألوانها المبهجة. أول مرة اشترك صراحة في معرض، أنا استخدمت خامة الفوم وطعمتها بالجلد والسلك والنحاس، ولونتها بألوان الزجاجة عشان تبقى ألوان شفافة بتبين ملمس الخامة من وراها، واستخدمت معاها الريليف للتحديد الأشكال. ويحمل اسم المعرض من كل فن أطفى لما شاهده من تنوع في اللوحات والفنون المختلفة كاللوحات الزيتية واللوحات المرسومة بالجرافيك ولوحات بها عدد من الخامات البيئية. إبداعات فنية لفتيات ذات موهبة في الفنون التشكيلية وخاصة اللوحات الزيتية، وأيضا لفنون النحاس والجلد لرسم لوحات فنية ذات قيمة. أعزائي مشاهدي الفضاء المصري، نتمنى تكون استمتعت النهارده بحلقتنا ومتابعتنا على وعد بنقل المتابعات وأحداث جديدة إن شاء الله، حلقة جديدة من إخبار.